لازم نعالج السبب في البدايه. يعني انا مثلا لقينا مشاكل في الانيميا بنعالج الانيميا، لقينا مشاكل في ديدان في الامعاء بنعالج المشكله، لقينا في مشاكل في مثلا في ايدز يبقى لازم خلاص نوجهها على الطبيب المختص بالمرض يعالج المرض، وبعد كده نبدا بقى نشوف البروتوكول العلاج الخاص بينا. طبعا ما نيجي نتكلم عن البروتوكول العلاجي سواء كان الاسباب دي او الاسباب دي، طبعا لازم نوجه الحاله. احنا دلوقتي عايزين نريح الاعصاب، احنا قلنا مريض النحافه طبعا يبقى لازم نعالج الضغط النفسي في البدايه. نعالج الضغط النفسي من خلال ان احنا ندي فيتامينات بتريح الاعصاب، ندي املاح بتريح الاعصاب. ايه الفيتامينات؟ زي ايه؟ فيتامين د وفيتامين بي 6. فيتامين د وفيتامين بي 6 دي من ضمن الفيتامينات اللي بتهدي الاعصاب. يعني فيتامين د، فيتامين د ده بيبقى موجود فين؟ المصدر الرئيسي ليه اشعه الشمس. يعني اشعه الشمس الحاجات النهائيه، العلاجات، العلاجات السريعه. احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات، فيتامين د وفيتامين بي 6، عايزين ندي املاح الكالسيوم بالمغنيسيوم. لان طب ايه الوجبه المقترحه عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها او ايه المشروبات السريعه اللي احنا ممكن نشربها تفتح لنا الشهيه شويه؟ طيب المشروبات السريعه، مشروب الكراويه، اليانسون، البابون، الحلبه، نحاول ننوع ما بينهم. الوجبه المقترحه الثانيه احنا ممكن بليله باللبن، ناخد وجبه بليله باللبن بعد الوجبات. ممكن ناخد لبن ونحط عليه شويه مكسرات ونحط عليه مثلا 7 تمرات صباحا كل يوم. ديت هتحسن لهم الحاله المزاجيه، هتنشط لهم الدوره الدمويه، هتخليهم في حاله نفسيه فيكونوا ريلاكس احسن، ونستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. طيب جميل، انا شاكر لك جدا دكتور احمد عطيه دهشان، استشاري التغذيه العلاجيه والتدمير. شكرا جزيلا.